الفن التشكيلي يتشعب الحوار ما بين المبدع والمتلقي، وأيضا ما بين الفنان وذاته. وراح يمتد بنا الحوار هذا الصباح لضفاف الألوان، وذلك مع ضيفتنا في الفقرة الثقافية الفنانة التشكيلية سوزان بوشناق، عضو الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. صباح الخير سوزان، وحياك الله معنا. صباح النور وحياك الله. يعني حلو اليوم حلقتنا بين الموسيقى والفن التشكيلي، شيء جميل جدا ان نلتقي معك ومع لوحاتك اللي ترست الاستوديو عندنا في صباح الخير يا كويت. في البداية حابين نتكلم شوية عن المدارس الفنية والاتجاهات، اي هي منهم اقرب لك انت اللي تحسين ان انت تنتمين لها اكثر من غيرها؟ طبعا انا درست في جميع المدارس، درست الواقعية ومريت في جميع المدارس. بالنهاية أنا يعني لي مدرستي الخاصة، لكن اتجاهي الفني هو اتجاه حديث. نعم. وهذا المدرسة الخاصة اللي هي مزيج من المدارس اللي مريت فيها بين التعبيرية والتجريدية، وممكن أقول إن يعني أسلوبي أو مدرستي ممكن تميل إلى النصف التجريدية. نعم. والتعبيرية. نعم، يعني مسوية خلطة من المدارس وكونتي لك مدرسة. لما مثلا يدرس شيء معين أو يركز على مواضيع، بالنهاية يخرج بشيء جديد. فنتيجة دراستي لجميع هذه المدارس صار لي شيء خاص. شيء جميل جدا. إذا تكلمنا عن المدارس الفنية المختلفة أكيد راح نتكلم عن حضارات أيضا مختلفة، يعني لكل حضارة كانت تقاس يعني مدى تقدمها بفنانينها بما ترك من موروث يعتبر فني تكلم عن مدى تقدمهم ومدى تحضرهم. إحنا إذا تكلمنا عن التواصل الحضاري بين الفنون، إيش تقولين لنا سوزان؟ دائما الفن هو لغة مشتركة بين الشعوب، وحتى لغة حتى هي لغة مشتركة عبر العصور. يعني ممكن نفهم احنا من خلال فنون العصور القديمة او اي عصور شنو هما عاداتهم تقاليدهم، في نوع من التواصل الفكري. فالفن هو يعني ايضا لغة تواصل فكري ووجداني، ومن خلاله ممكن نعرف القيم، الأشياء اللي تميز عاداتهم وتقاليدهم للشعوب المختلفة. يعني ممكن من الفن ندرك يعني طبيعة الأجواء أو البيئة اللي برز فيها هذا الفن؟ أولاً ممكن بالنسبة للفن التشكيلي من خلال المواد اللي يستخدمونها ندرك شنو البيئة كانت نوعيتها، لأن من عصر لعصر المواد كل ما تتقدم يعني في أشياء جديدة قاعد تظهر. ممكن أعرف أحاسيسهم، شنو اللي كان المواضيع اللي تشغل بالهم، ممكن أعرف شنو هم حياتهم كانت من خلال اللوحات، أكثر شيء البيئية. يمكن هذا كان منتشر أكثر في فترة الحضارة الفرعونية أو الآشورية، لكن الحين اللي لو بعد كم ألف سنة وأحد من المستقبل طلع على اللوحات اللي موجودة حالياً يقدر يفهم شلون كانت البيئة اللي عايشين فيها حاليا؟ طبعا احنا في وقتنا الحالي تنوعت المدارس وتنوعت الاساليب والتعابير، لكن متى نقدر ندرك احنا شنو بالضبط يعني نتبع اي مرحلة او هذا؟ عندما تمر سنين ونطالع من بعد عن العصر هذا، راح الجيل القادم في المستقبل راح يفهم شنو احنا طبيعتنا كانت. فدليل اتوقع يعني الاساليب، طبعا تطور التكنولوجيا وتطور الانسان جميعا. يعني اللوحه اللي قبل شويه عرضناها وعرضوها الاخوان، يعني هي نوعا ما انا افسرها غيري يفسرها، انت يكون بقصدك شيء ثاني. يعني ما تعطيني معنى واحد لمفهومها. هذا هو اللي يعني يميز الفن الحالي، انه حر. أنا بالنسبة لي يعني طبعا هذه اللوحتين آخر أعمالي يعني عقب المعرض. أنت آخر معرض كان عندك شهر 5 السنة اللي طافت. أي يعني صار لك فترة متوقفة. لا مو متوقفة، قاعد أشتغل بس ما في معرض. يعني آخر ما حرر على قولتهم. هو الفن الحديث ليس المقصود أنه يعني واحد يسوي لوحة عشان الناس لا تفهم، لا. الفنان يعبر عن نفسه بلوحته،
ويترك للآخرين حرية تلقي، ما يفرض عليه يقول والله هذه دلة ويلا افهمها دلة، يعني ممكن يعطي إيحاء الدلة ويعطيها إحساس ثاني بنفس الوقت. نعم. إحساس داخلي من خلال الألوان، ممكن يغير بالألوان. فالفن الحديث يعطي المتلقي يعني أكثر حرية في التفاعل مع اللوحة. اللوحات اللي شفناها